وفي حوار للتلفزيون المصري أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر والمقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي أن الحوار الوطني هو عرس داخل الوطن للوصول لحلول لبعض المشكلات الموجودة. أنا شايف اللي بيحصل النهاردة عرس داخل الوطن، عرس بين الناس كلها. الناس النهاردة اللي بيحصل النهاردة ده بيؤكد على الناس حريصة على هذا الوطن ده، وإن الناس جاية تتفاعل وتتناقش عشان توصل لحلول لبعض المشكلات اللي موجودة. النهاردة أنا شايف إن الأمل موجود لدى البعض حتى لو اختلفت الرؤى. يمكن الناس برضو بتطبق المقولة اللي قالها الرئيس، وهي الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. إحنا من الممكن إن إحنا نقعد على ترابيزة واحدة، لنا رؤى مختلفة، لكن في النهاية قاعدين عشان خاطر البلد دي، عشان خاطر هيبقى لينا أيديولوجية واحدة على من خلال هذه المنصة. الأيديولوجيتنا الوحيدة هي مصر. واللي أنا عايز أقوله إن فعلا الناس كلها جاية وكلها حماس إن إحنا نوصل لنتائج إن شاء الله تقدر تفيد الشعب المصري وتفيد الدولة المصرية خلال المرحلة اللي جاية إن شاء الله.